Yeah. Of a higher peak. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد أشرف المخلوقات، وعلى آله وأصحابه الطيبات الطاهرات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف: ولا نجاة كنجاة القلب، إذ كل جارح له منبه، وبعد وص البدء فالإتقان لعلل الأفئدة السنيان، عرفان أمراض القلوب وسبب كل، وما يزيله عينا وجب لدى الغزالي، وليس لازما ذلك من رزق قلبا سالما منها لدى غير الغزال، فالغزالي يرى أمراضها غرائز في الآدمي، وسواه غالبه فيه رآها لسجايا لازبه. واعلم بأن المحو حتى لا أثر لهن يبقى ليس في طوق البشر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نجاة كنجاة القلب، معنى لا خلاص ولا طيبوبة ولا إخلاص كإخلاص القلب. الشيخ begins by praising Allah subhanahu wa ta'ala, sending blessings upon the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Praising Allah, glory be to you, O Allah, we have no knowledge except that which you have taught us. Indeed, you are the all-knowing and the all-wise. The author begins, there is no purification, there is no... لا صلاح كصلاح القلب ولا فساد كفساد القلب. There is nothing comparable in purification to the pure heart, to the corrected heart, and there is nothing that exceeds in corruption, the corrupted heart. قال المناوي عالم جليل من مشايخ الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: سمي القلب قلبا لأنه محل الخواطر المختلفة الحاملة على الانقلاب. سمي القلب قلبا لأنه محل الخواطر المختلفة الحاملة على الانقلاب، معناها أن القلب سمي قلبا لكثرة تقلبه بسبب ما يأتيه من الخواطر. So it was mentioned that المناوي شيخ الإمام السيوطي المناوي 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 يقال المناوي المناوي he mentioned that the heart was named the قلب it means literally the thing that flips because of the how it easily it can be swayed لأنه محل الخواطر المختلفة الحاملة على انقلابه، لأنه محل الخواطر المختلفة، معناها خاطر الخير وخاطر الشر وخواطر الشيطاني أكثر من أن تحصى كما سيأتي بالخواطر. Because it is the center of inclinations and whispers and thoughts that occur towards things like الحاملة على الانقلاب، معناها على التغيير دائما. And these inclinations are always changing, and they're always a person becomes inclined to different things at different times, and it's always changing what they are inclined. ولذلك كان أكثر أقسام النبي صلى الله عليه وسلم حليف النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، أن القلب يتقلب كثيرا جدا. And the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. ولذلك. For that reason, by the one who flips the hearts. فالقلب يتقلب دائما فالقلب متقلب، فيجب على الإنسان أن يزين خواطره دائما على الشريعة، وإلا فليكن من أول الهالكين. So since a person's inclinations and desires can lead them astray, and they're always changing and they're not firmly fixed, then a person must weigh them and weigh his inclinations and desires towards on the scale of the Sharia, on the Deen. To be guided. وإلا فليكن أول الهالكين.
Otherwise, if he follows his desires, then he would be the first among those who are destroyed. ولذلك قال ابن عاشر ويزين الخاطر بالقسطاس معناه يزين يجب على المسلم أن يزين خواطره بميزان الشرع حتى لا يتبع هواه. So it was mentioned that it is required for a person to. ولذلك قال ابن عاشر في كتاب مبادئ التصوف ويزين الخاطر بالقسطاس معناه يجب على المسلم أن يزين خواطره بالشريعة. And that is why it was mentioned by Ibn Ashir that in his book, in the end of the book that we are reading, that a person must weigh his inclinations in accordance with the Sharia in order to be guided. قال المؤلف ولا نجاة إلا صلاحك صلاح القلب يعني ولا فسادك فساده لماذا قال إذ كل جارح له ملبي لأن الجوارح كلها ملبية مجيبة للقلب تقول لبيك دائما وسعديك معناها هي مجيبة مطيعة له وهو الأمير والجوارح تبع. So the reason why it is mentioned here that there is no salvation and purification and beautification like that of the heart, and there's no corruption like that of the heart is because that all the limbs, he mentions in the next line that all the limbs are in accordance with what the heart desires and what the how the heart directs them. فَكُلُّ جَارِحٍ فَكُلُّ الْجَوَارِحِ مُجِيبَةٌ لِلْقَلْبِ مُطِيعَةٌ لَهُ فَبِفَسَادِ الْقَلْبِ تَفْسُدُ الْجَوَارِحُ وَبِصَلَاحِ الْقَلْبِ تَصْلُحُ الْجَوَارِحُ. So all the limbs are following the heart, wherever the heart calls to. So if the heart is corrected and purified, then all of the limbs are purified and corrected. And if the heart is corrupted, then all the limbs become corrupted. ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فمن ادعى صلاح قلبه وجوارحه تعصي الله تعالى فقد كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. So here is an important point. That this is what the Prophet ﷺ mentioned in the hadith where the Prophet ﷺ said indeed in the body صحيح البخاري ومسلم in the hadith in صحيح البخاري and Muslim that indeed in the heart is a morsel of flesh that if it is corrected the whole body is corrected and if it is corrupted then the whole body is corrupted. Indeed it is the heart. So whoever claims that their heart is in obedience and in and it فمن is ادعى أن قلبه طيب وجوارحه تعصي الله تعالى فقد كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. So whoever claims that their heart is pure and good and their limbs are in clear disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala, then they have belied, they have said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was lying, they have contradicted what the Prophet said. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله فذلك الفساد الذي يصدر من الجوارح ناشئ عن القلب بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. So we see from what the Prophet ﷺ said that if the heart is corrupted, then everything is corrupted. If the heart is corrected, everything is corrected. That the corruption in the body, it is a result of the corruption of the heart. The corruption, the lack of following the orders of Allah subhanahu wa ta'ala with the limbs, that is a direct sign of the corruption of the heart. وَكُلُّ شَيْءٍ نَاشِئٌ عَنِ الْقَلْبِ وَمِنْ هُنَا يَتَّضِحُ لَنَا فَسَادُ صُفِيَّةِ أَهْلِ هَذَا الزَّمَانِ حَيْثُ يَقُولُونَ إِنَّهُمْ يُرَكِّزُونَ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَأَبْدَانُهُمْ تَعْصِي اللَّهَ تَعَالَى دَائِمًا. So, and from here and from this point that the limbs follow what the heart is saying, this is where we clearly see the corruption that has spread amongst the Sufis of this age, that they say that, you know, we are correcting our hearts although their limbs are in disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala's orders. وبعد وصف البدء فالإتقان بعد إتقان البدء وهو الأدب مع الله تعالى كما تقدم فالإتقان لعلل الأفئدة هو الرقم الثاني فمن أحسن الأدب مع الله تعالى فيجب عليه أن يثني بأن يتقن علل أمراض القلوب. So after بعد إتقان الأدب مع الله تعالى starting with the foundation of completely submitting to Allah subhanahu wa ta'ala and having the highest manners towards Allah subhanahu wa ta'ala, then a person should learn and understand the and remove
remove the impurities and sins. Then a person must also master, if a person, you know, has completed their proper manners with Allah subhanahu wa ta'ala, then they must master and complete the purification and the removal of the diseases of their heart. فَالْإِتْقَانُ لِعِلَلِ الْأَفِدَةِ يعني يعرف عِلَلَ أَمْرَاضِ الْقُلُوبِ يعني أسباب أمراض القلوب. That a person should know the causes and the roots of the diseases of the heart. لأن معرفة الأسباب معينة على العلاج. فمن عرف الأسباب عانه ذلك على المرض. ولكن إذا لم يعرف الأسباب كيف يتعامل مع شيء لا يعرف أسبابه. So knowing the causes of those diseases is what helps deal with them. If somebody doesn't know what is causing something, then how would they even prevent it from happening? قال الإمام محمد مولود عرفان أمراض القلوب وسبب كل وما يزيله عينا وجب لدى الغزالي وليس لازما ذلك من رزق قلبا سلما منها لدى غير الغزالي. قال معرفة أمراض القلوب حدود أمراض القلوب وأسبابها يعني عللها أسبابها الأصل التي تمنه وما يزيلها يعني أدويتها واجب عينا على كل مكلف. So here Muhammad Mawlud, he mentions three things. He says knowledge of the heart's diseases, and he describes what that means, what causes them, so what they are and what causes each of them, and what is their cure. والأدوية. What is their cure, what takes them away, what removes them. That is an obligation on everyone. فرض عين على كل مسلم كما تجب الطهارة والعقيدة على المسلم يجب عليه أن يتعلمها. It is an obligation on every Muslim, just as every Muslim must learn the proper belief in Allah subhanahu wa ta'ala and their proper purification. Then they must also learn the diseases of the heart and their causes and how to remove them. هذا هو قول الإمام الغزالي وهو الصحيح. هذا قول الإمام الغزالي وهو الصحيح. إنه فرض عرض عين على كل مسلم مطلقا. This was the statement of Imam al-Ghazali, and it is the correct opinion that this is a requirement on every single Muslim. وغير الإمام الغزالي قال لا يجب عليه إلا إذا كان لم يرزق قلبا سليما فمن رزق قلبا سليما وهيهات أنا سأبين لكم أنه ليس أحد الآن مرزوقا قلبا سليما يعني من رزق قلبا سليما لا يجب عليه وهذا نادر جدا يكاد لا يوجد. So Muhammad Mawlud mentions that this is according to Imam al-Ghazali, required upon everyone except the one who was... No. Imam al-Ghazali قال مطلقا واجب على كل أحد. وأما غير الإمام الغزالي فقال واجب على كل أحد إلا من رزق قلبا سالما. So other than Imam al-Ghazali, they have said that this is required upon everyone except the one who already was granted a pure heart. And I will clarify to you who those people are and how nobody today are granted this pure heart. وأيكم أيها المسلمون في عامة أقطار البلاد يدعي سلامة القلب. And which one of you, O Muslims in the various Muslim lands, claim that you have this pure? وأبو بكر رضي الله عنه لم يدعي سلامة القلب بل ادعى عدمها وعمر رضي الله تعالى عنه. نعم. وأبو بكر ادعى عدم سلامة القلب وعمر ادعى عدم سلامة القلب. Rather, Abu Bakr radiallahu anhu and Umar, they both claimed that their hearts were not pure. هذا أبو بكر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر قال له إن لي إزارا ينزلق عن إليتي وينزل. فقال له لست ممن يفعل ذلك. فأول من اتهم نفسه بالخيلاء أبو بكر من غير قصد. So once the Prophet صلى الله عليه وسلم mentioned a warning against people who they had their izar dragging below their dragging below their ankles out of pride. Then Abu Bakr radiallahu anhu قال أنا عندي إزار ينزل عني لصغر حجم النبي أبو بكر. صغر حجم. لنقص حجمه. So then, because Abu Bakr radiallahu anhu was نحيف كان نحيفا جدا had a skinnier build, then the izar used to slip from his body. And he used to fall below his ankles. So he said, O Messenger of Allah, you know, it slips from me. So here he was indirectly accusing himself of arrogance.
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لست ممن يفعل ذلك اخويا لا يا ابا بكر لست ممن يفعل ذلك اخويا لا. So the Prophet صلى الله عليه وسلم reassured him, he said, you are not from those who do this action out of arrogance. وكم كان ابو بكر يقول يا ليتني لم تلدني امي يا ليتني كنت كمثل هذا الطائر يكون من الاشجار ويشرب الماء ويسير. And how often Abu Bakr رضي الله عنه say that I wish that I, my mother never gave birth to me, I wish I was like this bird that comes يأكل من هذه الأشجار ويشرب الماء ولا شيء عليه لا له ولا عليه that comes and eats from these trees and drinks water and it has no responsibilities upon it. وهذا عمر رضي الله عنه يتهم نفسه أنه من المنافقين. And عمر رضي الله عنه also he accused himself of being from amongst the hypocrites. وقصته مشهورة جدا. And his story is very famous. ثبتت بالسند الصحيح أن عمر رضي الله عنه كان يذهب إلى حذيفة بن اليمان ويدق عليه الباب ليلا ويسأله يا حذيفة هل أنا من المنافقين فيقول له يا أمير المؤمنين ما عدك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين فيقول أنت صادق ولكن عملي يشبه عمله. So then it was narrated authentically that عمر رضي الله عنه he would go at night, he went at night to the house of حذيفة بن اليمان who knew who the hypocrites were, he was informed by the Prophet ﷺ. And he told him, oh Hudhayfa, that has the Prophet ﷺ counted me amongst the hypocrites? So then Hudhayfa, he replied, oh leader of the believers, you are not from the hypocrites. So then Umar radiallahu anhu would reply, I know that you're truthful, but rather I see that my actions يشبه عمل المنافقين. My actions resemble their actions, resemble the actions of the hypocrites. فأيكم يعتقد في نفسه سلامة القلب. So which one of you thinks that he has a pure heart? فمعناه أن كل مسلم يجب عليه يتعلم أمراض القلوب, أسباب أمراض القلوب, وأدويتها وحدودها. هذا هو الحق. So that means that every Muslim must learn what the diseases of the hearts are, what their causes are, and what their cures are. فالغزالي يرى أمراضها غرائز. الغزالي يرى أن أمراض القلوب طبائع في جميع بني آدم. وغير الغزالي قال هي غالبة. فالغالب أن الناس مصابون بأمراض القلوب ولكن توجد منهم قلة ليس لها أمراض القلوب. تعليل الإمام الغزالي قال هي عامة على كل أحد لأن أمراض القلوب طبيعة في كل أحد. في كل أحد طبيعة. فيجب عليه أن يتعلمها ويتعلم أدويتها. وغير الغزالي قال هي غالبة ولكنها ليست عامة. هذا هو سبب الاختلاف. غالبة كيف هي غالبة؟ أكثر غالبة معناها عامة, هذه مطلقة ما في أحد إلا هو المراد. هذا هو قول الغزالي. وأما قول غير الغزالي قال هي غالبة وليست عامة. فالغالب 99 تقريبا 90 هو غالب عليهم والقليل ليست لهم. هذا هو سبب الخلاف. So then Al-Ghazali mentioned that this is a human nature having diseases of the heart, these are natural human inclinations. فلذلك قال أمراض القلوب يجب تعلمها وأدويتها وأسبابها. And this is why he said that every single person must learn. It is a requirement upon every single Muslim. While other scholars that have said that you know some people أكثر الناس مصابون به قال هذا غالب ولكنه ليس بالعام. They said it is an overwhelming majority that are that do have it. So for that overwhelming majority, then they need to learn what the diseases of the heart are, etc. So Al-Ghazali says that this is something that is part of, inherent part of human nature, while other scholars mention that this is something that is overwhelming, but it's not a part of every single human being. وَأَعْلَمْ بِأَنَّ الْمَحْوَ حَتَّى لَا أَذَرْنَهُنَّ يَبْقَى لَيْسَ فِي طَوْقِ الْبَشَرِ. يعسر على الإنسان أن يفكر عن أمراض القلب, يعسر عليه, يصعب عليه أنه يتأكد أنه ما عنده أي مرض. فلذلك قال اعلم بأن المحو حتى لا أثر حتى لا يخطر بقلبك مرض من أمراض القلوب هذا لا طاقة للإنسان عليه, لا طاقة به, لا يكلفه الله نفسا إلا وسعها. لكن إذا حسست فعليك بالعلاج والانتقال عنه. So just in summary that Ghazali said that these are inherent, the other scholars said they are predominant. Muhammad al-Ulud mentioned then that know that to erase them entirely from yourself, to erase the disease of the heart from a human being is not لا قدرة للإنسان عليه is beyond the capability of a human being. This is not something that is no one is able to do. ولكن يجب عليك إذا خطر بقلبك أي مرض من أمراض القلوب أن تزيله مباشرة, تبادر بالعلاج. But then what one must do is to rush to the cure whenever these diseases of the heart emerge. نعم
وها أنا آتيك بالكفاف من حدها والأصل والأشعر. قال محمد مولود رحمه الله تعالى ها أنا تنبه ها أنا آتيك بالكفاية من حدود أمراض القلوب وأصولها يعني أسبابها وأشافيها يعني أدويتها. So he said, so now I will give you sufficient information, enough information of what you need to know from the definitions of the diseases, their symptoms, and their cures, or their sources and their cures. وَبَدَأَ بِالْبُخْلِ وَعَاذَنَ اللَّهُ مِنْهُ بَدَأَ بِالْبُخْلِ لِأَنَّهُ هُوَ أَسْوَأُ مَرَضٍ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. So the symptoms, sources, and cures, and he begins with the with the stinginess. البخل. البخل مرض خطير جدا ولذلك قال الإمام الشافعي إن من أراد أن يغطي عيوبه كلها فعليه بالسخاء. البخل هو أسوأ مرض لذلك قال الإمام الشافعي من أراد أن يغطي عيوبه كلها فعليه بالسخاء. عليه بالسخاء ضد البخل تستر بالسخاء من كل عيب فكل عيب يغطيه السخاء. البخل هو أسوأ أمراض القلوب. Stinginess is or miserliness is one of the or the worst of the diseases of the heart, and this is why Imam Shafi'i he mentions that if somebody wants to overcome إذا أراد أن يغطي عيوبه كلها فعليه بالسخاء. If somebody wants to overcome all of their personal weaknesses, then they should rush to the opposite of miserliness, which is generosity, or generosity, he said, race to generosity because it covers all of one's weaknesses. تستر بالسخاء من كل عيب فكل عيب يغطيه السخاء. He said, hide behind, cover yourself with generosity from cover every disease, cover every imperfection of yours with generosity, because every imperfection of yours. Is proper can be covered with generosity. واسمعوا حد البخل فتعلمون أن أكثر الناس مصاب به إذا سمعتم حدوده. فستعلمون أن أكثر الناس مصاب به. If you listen to the definition of and the symptoms of miserliness, then you will understand that most people are affected by this disease. قال المؤلف رحمه الله تعالى فمنع ما يجب شرعا أو مرو هو البخل الذي منع ما يجب شرعا وسيمثل شرعيا أو مروءة وهي توقي الإنسان دواعي ذمه في عرف قومه إذا لم تخالف شرع الله تعالى. So what is miserliness? It is the refusal to give what is obligated by the deen or by the culture. And by the standard, culture, as long as it does not contradict what Allah subhanahu wa ta'ala decreed. So if somebody refuses to give what is required of them in the deen, or what their society deems as, you know, what is required to give, then this is considered miserliness. فَمَنْ مَنَعَ الْمُرُوءَاتِ فَقَدْ اسْتَخَفَّ بِدِينِهِ إِنَّ الْمُرُوءَةَ أُخْتُ الدِّينِ إِنْ فَسَدَتْ لَا يَصْلُحُ الدِّينُ لَكِنْ يَسْتُدَانِ مَعَهُ فمن ترك المروءة وهي ما يزدريه قومه عليه إذا لم يخالف شرع الله ما إذا خالف شرع الله فيجب تركه فيجب طرحه إجماعا فإذا لم يخالف شرع الله تعالى ما كان من الهدايا بالنسبة له وترك ذلك فقد ترك عرضه وشراء العرض واجب إجماعا اتفقت عليه الديانات كلها. So then whosoever leaves not just the Islamic requirements, whoever leaves the common known acts of virtue or goodness within a society and good character and mannerisms, then this person whatever is commonly accepted in among his people, then this is something that is, as long as it does not contradict the orders of Allah subhanahu wa ta'ala, of course in that case it would be obligatory to leave what is required according to the culture. If a person takes these things lightly and takes a good character in a society or what a society considers good character to lightly, then they are taking their deen lightly, because the good character within a society and good virtuous behavior within a society is something that is, you know, paired with the deen. الشراء العرضي واتفقت عليه الديانات السماوية كلها من لدن آدم الشراء العرضي المحافظة على العرض واجبة
اتفقت عليها الديانات كلها. So taking care of one's social image and character in front of people, this is something that all of the revelations from Allah Subhanahu wa Taala, all the deans, all the different orders that were sent with all the prophets, ordered. فلا يحل للمسلم أن يجعل نفسه من محل يستهان به عرضه يعني فلا يجوز إجماعا لا يحل للمسلم أن يذل نفسه إجماعا وهذا مؤدي إلى الذل يعني حتى يكون ذليلا الناس ينظرون إليه بحقارة. And it is impermissible, it is haram for a Muslim to place themselves in a position where they are being degraded in their society intentionally. وحد ما يجب شرعا فقال فمنع ما يجب فالواجب الشرعي مثل للواجب الشرعي فقال فالواجب الشرعي كالزكاة والنفقات وحقوق فالواجب الشرعي كالزكاة من يبخل بها بحيث لا يعطيها أو يعطيها متأخرة أو ناقصة فهذا حرام هذا بخل والعياذ بالله أو نفقات الزوجات والأولاد والوالدين إن احتاجوا So then he continues saying, what are these obligations? So the first of the obligations that was mentioned was the obligations of Islam. So what are the obligations of Islam? They are such things as zakah and the supporting one's family. كالوالدين أو الأبناء أو الزوجة. Such as the parents or the children and so on. And the rights due to others. The rights due to other people as well. هذا إذا نقص فيه بأن أداه ناقصا أو أخرها عن وقتها عن الزكاة أو تغافل عن حقوق زوجته وأولاده ووالديه فهذا بخيل. So if somebody comes short or delays his charity or comes short in the rights of his wife or his children or his parents or other people that he owes, then this person is miserly. نعم. هذا وحقوق الناتي حقوق الجيران فمن كان جاره أو وجد أحدا في الطريق محتاجا إلى شراب أو طعام وتركه هذا بخيل إذا لم يقدر ذلك الشخص على ذلك. Or somebody who doesn't meet the rights of their neighbors, or even he is capable to help somebody. وجده الشرع سيموت عطشا وجوعا ولا يقدر على شراء ما. Somebody ما يحتاج إليه. Or somebody who is capable to help a stranger that he meets in the street. Even though he doesn't know the person and he's able to help the person and the person is in a serious need, then this person is also miserly. ومثال الآخر مثال ترك المروءة مثال البخل في المروءات ترك المضايقة في محقر. So and an example of one of the cultural and social obligations of virtuous character. Then this is something that is like, for example, not being stingy when it comes to details and a small thing or bothering somebody because they owe you something small, over just making a big deal over small things. وترك الاستقصاء فيه أحرام جار أو قريب أو من أذرى أو في الضيافة كذلك أيضا في الضيافة أحرى إذا كان ذلك من جار كما الجار مثلا يضايقه بالمحقرات يسأله أن يرد له الأشياء الصغيرة مثلا كما الدولار أو دولارين مثلا يضايقه عليه ما ردت للدين يسلم أو الضيافة أو من يضيق في ضيوفه أو لا يحترمهم احتراما كاملا فهذا بخل شديد جدا وهذا غالب على بني آدم الضيافة الآن انتهت من بني آدم إلا ما نذر. So the virtuous behavior is not to bother people if they owe you a small amount like if he owes you $5, $2, something like that to persist upon them and to bother them. ويتأكد ذلك في حق من قرب لك كالجار. It's a contradiction of good virtuous behavior. And this is even worse if the person you are bothering is your relative or your neighbor, and so on. أو شيخك أو أبوك أو ابنك أو قريبك. Or your sheikh or your father or your relative or your child. أو صديقك. Or your friend. Then this is even more unseeming. أو في الضيافة. Or تقصير في الضيافة. Another example. Is coming short in hosting your guests, to be miserly in terms of that,
and to not treat guests with generosity, this is something that is even worse than it appears. It is very unseeming and unvirtuous. And this is إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ. And this is a very common disease, the very common thing that has spread amongst the Muslims today, except those who have Allah subhanahu wa ta'ala had mercy on them, and those are very few. وَأَنَا لَا أَمْدَحُ بِلَادَ الْمُسْلِمِينَ لَكِنَّ بِلَادَ الْغَرْبِ هَذَا شَدِيدٌ فِيهَا شَدِيدٌ. And I do not. أَنَا لَا أَمْدَحُ بِلَادَ الْمُسْلِمِينَ لَأَنَّهُمْ يَقْتَفُونَ بِالْغَرْبِ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. And I don't praise the Muslim lands, because they follow the example of the West, you know. شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكُوهُ وَقَدْ سَلَكُوهُ. Inch by inch and foot by foot, but rather this is something that has become very widespread in Western countries. وَالضِّيَافَةُ وَالزِّيَارَةُ بِالنِّسْبَةِ لِمَا رَأَهُ الْآنَ لَا يَحْتَرِمُ أَحَدٌ زَائِرَهُ وَلَا ضَيْفَهُ لَا يُقَدِّمُ لَهُ شَيْءٌ. So the treatment of guests today is, you know, a very pitiful state, that people have others who visit them and they do not put forward to them, they do not give them anything at all. خصوصا من ينتسب الى المحاضرين خصوصا من يقال لهم عالم او استاذ هذا لا يرى ان عليه حقا مطلقا لا يرى ان عليه حقا لاحد. Especially for those who call themselves a teacher or a educator or a استاذ, then they view that it is as if no one, that they owe no one anything. Everybody owes them something and everybody needs to give them, but they don't owe anybody anything and they don't need to be generous to others. This, I seek Allah's protection from this, is severe miserliness. And this person is the leader of the miserly. اسمعوا إلى إمام الأتقياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. استمعوا إلى إمام الأتقياء عندما يأتي الضيوف. Listen to the leader of the righteous صلى الله عليه وسلم when he got guests. خدم ضيفا وهيأ له ما عنده. كم ترون في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. He served his guests. Look at the character of the Prophet صلى الله عليه وسلم. كم يقدم للزائرين والضيافة. حتى الصحابة كانوا لا يفترقون إلا عن نواق عندما يأتوا لتعلم العلم لا يفترقون إلا عن نواق. Look what he favorite عن نواق يعني يعطيهم. يعني أكل وشرب. That he would put something forward to all of the guests that came to him. That حتى الصحابة إذا جاءوا لزيارته. Even the companions once they came to visit him, that they would not leave except him having received some kind of food or drink from him. وكم يقدم لهم الضيافة بيده الكريمة. And how often would he give them the food or drink with his own hands? فلا ترى الآن سبيكرس مطلقا يقدم شربا ولا طعاما لأحد هذا محرم عليه إجماعا وكأنه نقص من مروءته. And you don't see the speakers today giving generosity to their guests as if it is something forbidden upon them. هذا كأنه حرام عليه. As if it is something forbidden upon them, like it's dishonoring themselves. هذا معروف جدا. This is very known. اسمعوا قول الله تعالى حاكيا عن إبراهيم بالأنبياء وقال الله تعالى إن أقرب أمة إلى إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله وليهم. والله تعالى قال إما أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. Look at the example of Ibrahim عليه السلام, which is an example for this ummah. Allah subhanahu wa ta'ala says إن أولى الناس أحق الناس بإبراهيم. Indeed, the most rightful people to Ibrahim are those who followed him and this messenger and the والذين believers. آمنوا. And the believers and Allah. والله تعالى قال اتبع ملة إبراهيم حنيفا. Allah also says and follow the example of Ibrahim, the pure example of Ibrahim عليه السلام. ماذا فعل إبراهيم؟ Look what Ibrahim عليه السلام did when he saw. ماذا فعل إبراهيم عندما جاءه الملائكة في صورة رجال؟ He had angels visit him as his guests in the image of men. قالوا سلاما قال سلام السلام عليكم وعليكم السلام. So they said salam to him and he replied. جبريل ومن معه رجال. Jibril and some other angels that were with him in the form of. في صورة رجال. فما لبث أن جاء بعجل حنيف فما لبث لم يستقر لحظات إلا وجاء بعجل سمين. Allah سبحانه وتعالى witnessed in the Quran that he did not. فما لبث.
that he did not even wait before going and getting with a fat لأجل السمين عجل هو baby cow a small cow before slaughtering a calf for them. فجاء بعجل السمين فقربه إليهم قال ألا تأكل. That he slaughtered the calf for them and he presented it in front of them and they didn't eat, so he asked them, why aren't you eating? أنا رأيت الناس عندما يأتون إلى الناس في زيارة وضيافة يقول هل تحتاج شراب؟ أنا أعطيك شراب. اسمع هذا الكلام. الفوق هذا بخل. I've seen people come and visit people's houses and the host tells the guest, oh, would you like me to get you some water? واتر هذا كذا قبيح جدا. تعطي ماء لضيفك تسأله هل تعطيه ماء؟ هذا ماء قد يسقي الإنسان به الشجر. This is something. هذا بخل. This is something extremely miserly. هذا نوع من البخل لم يقع في أمتي من قبلكم يا أخي. To even hesitate before giving somebody water. Water is somebody that something that people go and give trees. at least give a gift. Give this to your guests. تتظل تسقي الأشجار وتنظر إليها ما تعطي ضيفك أكرم شيء. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه يقول هل تحتاج ماء فليكرم ضيفه من النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم. That the Prophet صلى الله عليه وسلم said that whosoever believes in Allah in the last day, then let him treat his guests generously. Let him be generous towards his guests. You're going to ask if they want water. ما في أحد ولو أخاك ولو أباك تسأله هل تطيع ما يقول لا أحتاج إليه. يعني ضيف مستحيل. ما يريد أن يقول أنا أريد كل شيء. هذا نوع من البخل. ولو أبوك ولو أخوك إذا جاء تسأله تقول له أنا أعطيك ماء أو شراب. هذا ما سيقول أنا سأعطيك هذا سيستحي. So if you offer somebody, if even your own father or brother comes and you say, oh, do you want water? Then this person will become shy. This person will not accept anything from you if you're hesitating to bring them even water. هذا نوع من البخل. So this is a type of miser. إبراهيم ما قال هل تحتاجون طعاما أو شرابا أو هل أنتم تعبانون. ما قال هذا. إبراهيم عليه السلام did not say, do you need food or drink? هل أنتم تعبان أو هل أنتم عطاش? Or are you tired or thirsty? He did not ask. أعطيكم ماء? هل أعطيكم ماء هل أنتم عطاش? Should I give you water or are you thirsty? لا لم يسألهم. No, he didn't ask. ولم يتحدث معهم. And he didn't speak to them. فجاء بعجل السمين. He went immediately and he got the calf. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم في قصته التي آمن بها بعض ملوك العرب. انظروا إليها. And listen to the story of the Prophet صلى الله عليه وسلم with some of the kings of Arabia. حاتم بن عدي بن حاتم وكان من جواد حاتم معروف هو أجود العرب على الإطلاق. عدي ابنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. عدي بن حاتم. عدي بن حاتم who was the son of حاتم who was a king from the Arabs who was a very أجود العرب على الإطلاق. Known to be the most generous of all of the Arabs. His son عدي came to the Prophet صلى الله عليه وسلم in Medina. ووجده في المسجد. And he found him in the masjid. فخرج معه صلى الله عليه وسلم. خرج عدي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته. So then عدي went with the Prophet صلى الله عليه وسلم to the house of the Prophet صلى الله عليه وسلم. وفي الطريق مر بأمة فقالت إني أحتاج أن أتكلم معك. On the way, a slave girl passed by and she went to the Prophet صلى الله عليه وسلم and she said, I need to speak with you. فقال مرحبا. So he said, welcome. فتكلمت معه فكانت هي المنصرفة فبقي معها إلى أن أنهت حاجتها وعدي يراقبها. So then the Prophet صلى الله عليه وسلم stayed with her until her need was met and Adi was watching. يراقبه حتى انصرفت وهذا كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينصرف هو الأول على الإنسان. And the Prophet صلى الله عليه وسلم did not leave her until she left. And this was the habit of the Prophet صلى الله عليه وسلم that he wouldn't leave somebody before that person left. دائما يكون الإنسان هو المنصرف الأول هذا معروف. He would always wait for the other person to finish and leave and this was known. فلما وصل إلى بيته دخل فإذا هو بيت ما فيه أي فراش إلا وسادة من أدم من جلود. So once they reached the house of the Prophet صلى الله عليه وسلم there was nothing, there was no furniture, no beds except for a pillow from leather. فقدمها إلى عدي وقال جلس عليها وجلس النبي صلى الله عليه وسلم في التراب. So then the Prophet صلى الله عليه وسلم gave this pillow to عدي and he sat himself. فقال لا 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 جلس أنت عليها وخلينا نجلس. So Adi said, no, you sit on it and I'll sit on the chair. قال لا أجلس عليها. No,
No, the Prophet ﷺ insisted that he said. فلما راقب أخلاقه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا ليس بملك هذا قطع النبي قطع هذه أخلاق النبوة. So then once Adi he saw this, he said, I bear witness that there's no God. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. I bear witness that there's no God but Allah and Muhammad صلى الله عليه وسلم is the messenger of Allah. ليس هذا بملك. These aren't the actions of the king of a king. These are the actions of a prophet. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يخدم الضيفة ويعين الخادمة ويهيئ للناس بنفسه صلى الله عليه وسلم. So this is the Prophet صلى الله عليه وسلم's character, serving the guest, helping the servant, and helping with his own hands. لا يولي ذلك لأحد. Not giving the responsibility to somebody else. وهذا إبراهيم جاء بنفسه الكريمة الزكية. جاء بالسمين فقربه إليه. And this was Ibrahim عليه السلام also. Who went by himself and brought this fat calf. فقال ألا تأكلوا. And said, shouldn't you eat or aren't you going to eat? فخدمة الضيف من شيم الصالحين ومن شيم الأنبياء فهي أول المروءات. So serving the guest is one of the most important things of generosity, and it is one of the beginnings of virtuous behavior. هذه من سنن النبيين من سنن النبيين. This is from the habits and the way of the prophets. فمن كان إماما ولا يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ما هي فائدة إمامته؟ So whosoever is an imam but does not take their character, they do not follow the character of the Prophet صلى الله عليه وسلم, then what purpose of their leadership is there? أو في الضيافة وما لم يحسن ذلك فيه كشراء كفن كذلك أيضا. تضييق في الأشياء التي لا يحسن فيها التضييق كشراء الكفن كما ذهب إلى السوق ليشتري كفنا فالوقت وقت دهش وقت موعظة فإذا أراد أن يماكس ويقول نزل عني دولار وخمسة دولارات هذا ليس وقت التضييق هذا شح دليل على بخل. So another example of unseeming behavior that is miserliness is maybe in regards to something which is inappropriate such as purchasing a burial shroud. This is not a time to be, a miserly. About the price and so on, to fight over a couple of dollars. This is a time where where action needs to be done. This is a time of taking heed and a time of rushing to bury the dead. So whosoever haggles over these small things during these times, this is a sign of miserliness. فمن يضايق من المضايقة في حقه كالجار غير لائقة هتك أستار المروءة كما قال أجلاء الهداة الحكماء. من يضايق من المضايقة في حقه كالجار غير لائقة من يضايق من ليست المضايقة في حقه لائقة منها لا تناسب هذا هتك أزال أستار المروءة فبقي في شمس البخل. So whosoever كأمور الضيافة أمور الجيران or nitpicky about details in terms of the people who they aren't supposed to do this towards, then this person has destroyed the boundaries. هتك أستار المروءة وهو في شمس البخل. This person has pierced through the covering of virtue, and they are sitting in uncovered by the sun of miserliness. فَهَذَا فِي الشَّمْسِ الْبُخْلِ هَتَكَ أَسْتَارَ الْمُرُوءَةِ فَلَا ظِلَّ عَلَيْهِ فَهُوَ فِي الشَّمْسِ. He has pierced through the shade of virtue, and is exposed to the sun of miserliness. كمن يؤدي من البخل أيضا أن يؤدي الواجبات بدون طيب نفس كمن ينفق على الزوجات أو على الوالدين أو على الأطفال أو يعطي مثلا الزكاة بدون طيب نفس فهذا أيضا حرام فهذا بخل أيضا. So additionally, a different type of or more miserliness is if somebody is who does give their rights that are owed to them. They do feed their wife, they do take care of their wife and their children. لكنه متألم القلب يعني صعب عليه. But they do so while it's so very painful and difficult for them, and while their heart is bleeding, through the great discomfort, they take the wealth out and they spend it on what they have to spend it on. This is هذا حرام هذا بخل. This is forbidden. This is miserly. هذا بخل والعياذ بالله.
هذا نوع من البخل الشديد لماذا يتألم قلبك على ما فرض الله عليك why is your heart feeling pain over something that Allah subhanahu wa ta'ala has made obligatory upon you لماذا تتأذى من هذا والمال مال الله تعالى المال مال الله تعالى أعطاك وأمرك why are you being like this once your wealth is a gift from Allah subhanahu wa ta'ala and Allah subhanahu wa ta'ala has placed you as a responsible over it over what you do with it and he has ordered أعطاك وأمرك He has given it to you and ordered you to spend it in a certain Allah Ta'ala قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالمال ليس مالنا كما في الحديث القدسي فالمال مال الله وقال تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فأنتم خلفاء ومنتظرون من قبل الله تعالى الله تعالى يراقبكم أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه Allah Subhanahu wa Ta'ala says and spend out of that which you were made responsible of so this is not something that أنت خليفة فقط وكيل أرسلت معك أموال. That belongs to us. This is something that we have, been assigned as a responsibility. والمال مال الله كما في الحديث الصحيح القدسي. And the wealth is. الله تعالى قال المال مال الله تعالى يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأبنيته. The wealth is in reality the belongs to Allah سبحانه وتعالى as is mentioned in the Hadith Qudsi. That a person says, my wealth, and Allah subhanahu wa ta'ala says, do you have really any wealth besides that which you ate and spent and wasted? كمان يؤدي الواجبات دون طيبة نفس أو يوم الدنيا أو يقصد الأشياء الرذيلة هذا أيضا حرام وبخل أيضا يقصد الأشياء النازلة الساقطة كي يطيف الزكاة الأشياء التي ليست راضية أو يطيف النفقات الأشياء التي ليست جيدة هذا نوع من البخل أيضا So that another type of miserliness is once it comes to giving charity that one gives the worst of their property in charity. Allah Ta'ala يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Allah says you will not attain righteousness, you will never attain righteousness until you give from that which you love. وقال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون لا تيمموا الخبيث السيئ منه تنفقون ولستم بآخذيه لو أعطيتم إياه إلا أن تكونوا متغافلين عن ذلك العيب الذي فيه. So, نعم. قال ولا يتيمم منا لا تقصدوا الخبيث السيئ منه تنفقون لا تقصدوا إلى رذيل أموالكم قبيح أموالكم تنفقون منه وأنتم لو أعطي إياك لو أعطيتم إياه ما تأخذوه إلا إذا كنتم غاضين طرف عن ذلك العيب. So Allah سبحانه وتعالى says and do not give. لا تقصدوا الخبيث منه تنفقون. Don't intend to give the worst of what you have. That you give it, even though you know that if it was something that was being given to you, that you would not accept it, except with that, unless you just overlooked the flaws that it had. لا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فالله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولما نزلت هذه الآية قال قام طلحة بن أحد رجال الأنصار العظام أصحاب الفخر. وكانت له بيرحاء وهي حديقة قرب المسجد النبوي فيها ماء عذب هي أعظم ماء في المدينة فقال يا رسول الله إني سمعت الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون وهذه الحديقة هي أحسن مالي فهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن مال رابح ولكن اجعلها في الأقربين طلحة بن عبيد الله So Talha ibn Ubaydillah لما سمع قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Once he heard the verse of Allah subhanahu wa ta'ala that you will not attain righteousness until you give from that which you love. He went to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and he said that I have Bayruha, which is a property in a spring or a well. حديقة يعني هي أحسن شيء في المدينة. That is a very beautiful garden or one of the most beautiful gardens or the most beautiful garden in Medina. So he went to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and he said. That this is the most beloved thing to me, so I will give it all for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So then the Prophet ﷺ said, مدحه. He praised him, he said, this is a great deal. رابح. He said, this is a great deal, this is a prosperous deal indeed. He said, but indeed, go now and give it to your family first, to your relatives. وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كلما أحب شيئا أنفقه فكان العبد إذا أعجبه والعبيد يفعلون ذلك إذا ملك عبدا يراه يتقرب إلى الله تعالى يعبد ويصلي فيعتقه فصار العبيد يعلمون أنه كل ما اشتهى عبدا أحبه يعتقه فصاروا يتعبدون أن يكون هاكنا أعلى مقاما فيخدعونه بذلك
وكان يقول أحب الأشياء إلى عبد الله بن عمر السكر فينفقه. عبد الله بن عمر, it was known that whenever he had any slave that would be that he would like, he would admire for his worship and his righteousness, he would give him up for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, he would free him. So then the other slaves, they heard of this, so then they began to act in this way. So Abdullah ibn Umar, he would free them as well. كان يقول أحب الأشياء إلى عبد الله بن عمر السكر فينفقه دائما. So he used to say that the most beloved thing to Abdullah ibn Umar is sugar, so he used to always spend sugar or donate sugar. فلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقد قيل لي إن بعض الهيئات الإسلامية هنا يأتيها الناس بالأثواب التي مختلطة بالنجاسة. هذا أعوذ بالله, هذا كفر شديد. One example of this miserliness that is occurring nowadays that is contradictory to this verse that Allah subhanahu wa ta'ala says that you will not attain righteousness until you give from that which you love, is a lot of the local organizations that you receive charity from people in terms of clothing. People come and give them clothing that is still filthy and covered with, you know, impurities. مَنَاهَا يَنْظُرُونَ إِلَىٰ أَسْوَئِ ثِيَابِهِمْ وَيَعْطُونَهَا لِلْفُقَرَىٰ اسْمَعُوا قَالَ اللَّهِ تَعَالَىٰ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. It means that they look at their clothes and they give the worst of it to charity. هل هذا لا لا تحتاجه أنفقه؟ لا تحتاج, يقول لا تحتاج, معناه هذا مرمي شارف الفماء. So if this is something that you don't need, then you go and donate in charity only in that case. هذا قمامة, معناه أنك مهيئ للقمامة, لست مهيئ لله تعالى. You're doing it for the sake of, you know, garbage. You're just throwing it away anyways. فمن هتكث كمن يؤدي الواجبات دون طيبة نفس دون. وأصله, هذا هو حد البخل, وأصله حب الدنيا. أصل البخل هو حب الدنيا لذاتها, فهو له أصلان, إما أن يكون يحب الدنيا لذاتها وهذا نوع من البخل وهو أشد البخل, وهذا أغلب الناس الآن يحبون الدنيا لذاتها, فهم يشتغلون الليل والنهار حتى يؤخذوا منها. غالب الأغنياء الآن لا يستريحون, كما قال تعالى عن أهل النار لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا, لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. واحد يأتي آخر الليل ويخرج صباحا ولا يرى أهله ولا يرى والديه ولا يرى ابنه ولا يستريح, يحب الدنيا لذاتها, وهذا يقال له حارس, هذا حارس أصله. Now what are the sources of this disease? The first source of this disease is a person loves the world for its own sake. That they have such miserliness because now they're not even loving the dunya because of the benefit that they're taking from it, but they're just loving the dunya for its own sake. So they accumulate wealth, and then this is the situation of most rich people. They don't even enjoy the wealth that they have, but they want to accumulate more, and they're so afraid of it. So then in the end, they're just a person who's guarding that wealth. So this person that is a guard, this is not a person, an owner. كما قال تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. هذا كأنه القيامة. As if it is hellfire, as Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in regards to hellfire, that they will not taste in it any coolness or any drink. فتعلمون أن كل ما ازداد مال الإنسان الآن ازداد تعبه وعمله. هذا معروف الآن. So it is known today that however much a person's wealth increases, his effort also increases and his work increases. فهو لا يأتي لبيته إلا متأخرا ويخرج مسرعا, وإذا جاء للبيت له غرفة خاصة يطالع فيها الأشياء الماضية. That this person does not return home except late, and they leave early, and even at home they have an office where له مكتب خاص. They have a special room that's an office. متابع في هذا المحاسبة, يقال لها المحاسبة. That they can do more accounting in that office as well. فهو في بيته مشغول وفي الخارج مشغول وقلبه مهموم. So he is busy in his home and he's busy outside and his heart is always. قلبه مشغول لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. And his heart is always occupied. In reality, it's like his wealth has become like hellfire that he has not tasted it any sweetness, any coolness or rest. هذا يقال له حارس, معناه ينتقل عن الدنيا وهو حارس. This person is like a guard. This person leaves this dunya like a guard. هذا أحسن منه, حال فقير جدا يطلب عيشه يوميا, يأتي المغرب والظهر ويستريح وما عنده مشكلة. أحسن منه حال فقير جدا.
this person is in a worse situation, or a beggar or a poor person is in a better situation than this person. A poor person who they just seek what they need for the day in the morning, and then by the noontime they're already, they have what they need and they can relax the rest of the day. هذا حقيقة هذا هو الغنى كما بالحديث الصحيح ليس الغنى عن مال ولكن الغنى غنى النفس كما قال صلى الله عليه وسلم. This is the true richness. This is as the Prophet صلى الله عليه وسلم said that the true richness is not having plenty of wealth, but to have a content heart. أو لتنال هذا النوع من الناس لأنه هو الغالب فالناس الآن الأغنياء معذبون حقيقة. النوع الثاني وهؤلاء قلة لتنال النفس من لذاتها وحال الكافرين غالبا. A content heart or a self or a feeling of a needlessness in the self. And the second type of miserliness, the second source of miserliness, or a second type of miserliness is that a person doesn't love the world for its own sake, but rather they love the world for the desires and the fleeting, you know, pleasures and the passing desires that are in this world. وهذا هو حال الكافرين. And this is the situation of most of the disbelievers. الله تعالى قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. Allah subhanahu wa ta'ala says, and the disbelievers, they enjoy themselves and eat like the animals eat, or like the domesticated animals eat, and the fire is their outcome. هؤلاء حالهم حال الحشرات وأولئك أسوأ من الحشرات. الأولون أسوأ من الحشرات وهؤلاء حالهم حال الحشرات. So the first people we mentioned that love the dunya for its sake, those people are, you know, their situation is worse than the situation of an insect. But these people, they have the same comparable situation to an insect. هذا هو حال الحشرات. همته همته أدنى حشرة لا همة العشرة المبشرة. همته فرج يطاؤه وشراب يأكله وفراش يتنعم. فهذا حشرات لا يترق لإنسان بينه وبين الحشرات بهذه. هذه همة حشرية. So his purpose is the same as an insect, and his goals are the same as an insect. He wants to, you know, find a mate that he can, you know, sleep with. He wants to feed himself and drink. You go to the bathroom. Basically, he's an insect. لا همة العشرة المبشرة. Not the purpose and the goals of the. The ten were promised paradise. أولئك قوم طهر الله قلوبهم وظاهرهم ونور بصائرهم. Indeed, they are a people who Allah subhanahu wa ta'ala has purified their hearts and illuminated their sight and their vision. قلوبهم تطوف حول العرش. Their hearts are going around the throne of Allah subhanahu wa ta'ala. فزواجهم لله تعالى ونفقاتهم لله تعالى ونومهم لله تعالى وشربهم لله تعالى. Their marriage is for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Their eating is for the sake of Allah. Their drinking is for the sake of Allah. Their sleep is for the sake of Allah. لا يفعلون شيئا إلا بعد تصحيح النية. They do not do anything except after correcting their intention. كما قال تعالى يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم في النوم يذكرون الله تعالى. As Allah subhanahu wa ta'ala mentions that they remember Allah subhanahu wa ta'ala standing and sitting and on their sides, meaning even when they're sleeping they're remembering Allah. لأن نومهم كان عن نية صالحة. Because their sleep was done with a proper intention in a proper manner. فهم ممتثلون لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا. So they are implementing the teaching of the Prophet صلى الله عليه وسلم. Indeed, your body has a right over you. وإذا سمعتم هذا الدرس فافهموا مبادئ التصوف. So once you hear this class, this lesson, then understand the introduction and the beginning of tasawwuf. وإذا عرفتم التصوف فاعرفوا أن الموجود الآن التزخرف. And if you know what tasawwuf is now, then know that what the tasawwuf that is found today is not tasawwuf. It's tazakhruf, it's adornment, it's false. والتزسد. And corruption. والخروج عن الشريعة. And exiting from the Sharia. هذا هو الموجود الآن. This is what is found today. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا ضالا الا هديته ولا مريضا الا شفيته ولا جاهلا الا علمته ولا عازبا الا زوجته ولا فقيرا الا اغنيته ولا غائبا الا حفظته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك رضا ما لنا فيها وصلاح الا قضيتها يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم يا عزيز واعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اللهم اعداء الدين وانصرنا على القوم الظالمين. اللهم يا عزيز واعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اللهم اعداء الدين وانصرنا على القوم الظالمين. اللهم يا عزيز واعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اللهم اعداء الدين وانصرنا على القوم الظالمين. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا وهيئ لنا من امرنا رشدا وهيئ لنا من امرنا رشدا وما قضيت علينا من قضاء فاجعل عاقبته لنا رشدا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاه تامه وسلم سلاما تاما على نبي تفرج به الكرب وتزال به الهموم وتدرك به الرغائب وتقضى به الحوائج وتنال به الآمال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحات ونسمع عدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السجيات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم. Hey, you know what's funny? Oh, he was talking about the lesson. You wouldn't say recently, or is that still on? Yeah. I'm gonna turn it off before he says it, but.